آلاف الأحاديث على أرض الواقع بقى نقضة القرآن، لكن ما حدش يعني أحيا هذه الفريضة الغائبة فعلا في مسألة نقد الأحاديث، لأنه طالما صح السند بيسكتوا خالص وبيعملوا حاجة بس اسمها إيه؟ اسمها التوفيق. يعني إيه بقى التوفيق بين الحديث اللي هو نتاجه نصه يعني متعارض 100% زي حديث مسلم اللي أشار عليه البخاري إن هو اللي قال مناقض للقرآن، متعارض مع القرآن 100% ويفضلوا يلاقوا له مخرج، متعارض مع فعل الرسول وقوله 100% ويفضلوا يلاقوا له مخرج، متعارض مع العقل والفطرة الإنسانية التي وضعها الله فينا ويفضلوا يلاقوا له مخرج. تمام، أديك مثال مبسط ما هوش خاضع دلوقتي للشرح لأنه تكاد تكونوا عارفينه. أي شيء من اللي احنا بننقده هتلاقيه المشكلة في نصه مش في سنده، لأني لا رغم أن السند في المراجعة الأكاديمية بقى اللي أنا قدمتها في الخريطة وهعيد منها كتير في الأيام الجاية في مشاكل كتيرة جدا جدا في السند. يدعي البحيري أن علماء الحديث كالبخاري ومسلم كانوا يوفقون بين الأحاديث والقرآن حتى لا يضر التعارض بينهما بكتابيهما، فيزعم كذبا وزورا أن الحديث يكون متعارضا مع القرآن أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل تام أو حتى متعارضا مع العقل والفطرة الإنسانية، فلا يتركه الشيخان حتى يجد له مخرجا. وأول أوجه القصور في هذا الكلام هو مطاطيته الشديدة، فهو كلام مرسل بلا بينة ولا تعيين. فلو قرأ البحيري صحيح البخاري سيجده يقدم للكثير من كتبه وأبوابه بالآيات وينطلق منها، مما يعني أنهم يطبقون ما قاله الله في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا الكتاب والحكمة إلى جانب تلاوته لآيات الله، اجتهد المحدثون والعلماء أشد الاجتهاد لحفظها وتدوينها، لكن لأن هناك من يريد رد هذه التعاليم ومحوها من الوجود فإنه يزعم تعارضها مع القرآن كما ادعى البحيري، والواقع أنها تتعارض مع رأيه هو وهواه اللذين أسماهما العقل والفطرة. ومن جهله الشديد لم يعرف الفرق بين التوفيق أو التلفيق وبين تفصيل المجمل في القرآن، السنة أتت لتشرح القرآن وتفصل أحكامه المجملة، ومن لا يعي ذلك ولا يفهمه يظن أن ما يقابله هو توفيق متكلف من جامع السنن. بل والأعجب من ذلك أنه يزعم تعارض الأحاديث مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وسلوكه، ونحن نسأله: من أين علمت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وسلوكه؟ من أين أتيت به؟ من كتب الأحاديث المروية بالسند؟ ما مشكلتك إذن مع البخاري وهو أعلى المصنفات في السنة؟ أم أن الرجل متخبط لا يدري ماذا يقول؟ ولو أردنا الرجوع إلى قوله أن الكثير من الأحاديث متعارضة مع القرآن ومع العقل والفطرة لنسأله: من الذي يحدد ما هو العقل والفطرة الإنسانية؟ وماذا يعني مفهوم الفطرة لديك؟ وما هو القرآن الذي تتعارض السنة معه؟ في الواقع لن تجد ردا لسببين: الأول هو أن الفطرة والعقل بتعريف البحيري هما عقله وفطرته الخاصة، والثاني هو أن البحيري لم يقرأ القرآن مرة واحدة كما ينبغي له أن يقرأ، وإلا فما كان هذا ليكون فهمه له.